السمسم واحد من المحاصيل الزيتية المهمة التي تزرع للحصول على الزيت، حيث تتميز بذور النبات بارتفاع نسبة الزيت بها، إضافة إلى ما تحتوي عليه من بروتين وكالسيوم وفوسفور. تتراوح نسبة الزيت في الأصناف المصرية ما بين 55 إلى 60%، والبروتين من 15 إلى 25%. كما تتميز قشرة البذرة بارتفاع نسبة الألياف الخام والمواد المعدنية والكالسيوم وحمض الأوكساليك. ويعد السمسم من المحاصيل المربحة خاصة في الأراضي التي لا تجود فيها المحاصيل التقليدية، وكذلك في مناطق الاستزراع الجديدة، بالإضافة إلى الأراضي الصفراء الخفيفة والثقيلة والأراضي الطمية والطينية جيدة الصرف، بينما لا تجود زراعته في الأراضي الغطقة ورديئة الصرف والملحية. ويزرع السمسم في مصر أساسا لصناعة الحلوى الطحينية والطحينة، كما يدخل في صناعة الحلويات وبعض الصناعات الدوائية، وكذلك في المخابز. ويستخدم الكزب الناتج بعد استخلاص الزيت منه في تغذية الماشية. احنا النهاردة هنتكلم على محصول السمسم واهميته. محصول السمسم ده من اهم المحاصيل الزيتية اللي بتزرع في مصر، وبيجود في الاراضي التقيلة وفي جميع الاراضي حتى الرملية ما عدا الاراضي الغاتقة والملحية. أهمية المحصول ده بترجع إلى إن بيجيب عائد مربح للفلاح في حوالي 3 أشهر ونص. بيستخدم البذور بتاعته يا إما في استخراج الزيت يا إما في الحلويات وعمل الحلويات المختلفة. وبعدين الزيت بتاعه من الزيوت السائلة المهمة جدا لتغذية الإنسان، وبيستخدم كمان في بعض الصناعات. الزيت بتاعه بيستخدم في بعض الصناعات زي معلبات السردين والحاجات دي، وبيستخدم في بعض الصناعات التجميل. الكسب بتاعه من لا يعني زي كسب القطن بالظبط، فضلا عن انه بيحتوي على عناصر معدنيه وفيتامينات كتيره. تتنوع اصناف السمسم المنزرعه في مصر وتختلف فيما بينها وفقا للتفريع ووضع القرن على الساق وعدد القرون الموجوده في ابط الورقه ودرجه تكدس البذور. ويتسم الصنف الجيد الذي يوصى بزراعته بان يكون نباته طويل غزير التفريع، وأن تكون المسافة بين أول قرن به وبين الأرض قصيرة، بالإضافة إلى كبر حجم القرن وارتفاع الناتج من محصوله والتبكير في النضج، وأن يكون كذلك مقاوم للأمراض لا سيما مرض الذهول. لذلك يعتبر صنف جيزة 32 أفضل الأصناف المنزرعة بمصر، حيث يصل ارتفاع النبات إلى حوالي 2.4 من عشر من المتر، ويتراوح إنتاجه بين 4 إلى 6 أردبات فدان. بالنسبة لأصناف السمسم هي منقسمة قسمين: قسم مكدس تلاتات، كل إبط ورقة فيه 3 قرون. السلالات دي أو الأصناف دي اللي هو شندويل 3، توشكا 1، صهاج 1. كويس، توشكا 1 وشندويل 3 البذرة بتاعته كريمي، صهاج 1 البذرة بتاعته حمرا، وده بيدي محصول أعلى من جيزة 32، بيدي من 4 إلى 5 أردب. جيزة 32 ده مفرد، يعني كل إبط ورقة فيها قرن واحد بس، وده اللون بتاعه أحمر، بيدي حوالي 4 أردب. مدة المكس في الأرض للأصناف المصرية عموما حوالي 3.5 شهور. ينمو السمسم في أنواع مختلفة من الأراضي، وتجود زراعته في الأراضي الخفيفة الصفراء والثقيلة والطمية، ويمكن نجاح زراعته في الأراضي الرملية بشرط العناية بعملية التسميد، ولا تجود زراعته في الأراضي التي تحتوي ولو على نسبة قليلة من الأملاح. ويلاحظ احتياج المحصول لدرجات حرارة مرتفعة، بينما يؤدي انخفاض درجات الحرارة أثناء التزهير إلى إنتاج حبوب لقاح عقيمة وسقوط الأزهار قبل اكتمال نموها،
مبتحين أن ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية أثناء الإزهار يؤثر على الإخصاب ويقلل من نسبة عقد التمهر، ويحتاج السمسم إلى نهار قصير حيث يؤدي طول النهار إلى انخفاض سرعة إزهار النباتات. بالنسبة للعمليات الزراعية والمحصول بيزرع إمتى والأرض المناسبة، أولاً المحصول بيزرع من نص إبريل لآخر مايو، لو اتزرع بعد كده هيبقى يخش في العروة النيلي ودي بتدي محصول أقل من العروة الصيفي. الأراضي المناسبة اللي هي جميع الأراضي المصرية مناسبة لزراعة السمسم سواء التقيلة أو الخفيفة أو الطبيعية أو حتى المستصلحة حديثاً بس بنستخدم لها طرق سماد معينة، ما عدا ما يزرعش لا في الأراضي الملحية ولا الأراضي الغادقة سيئة الصرف. ده بالنسبة للأراضي. أما كمية التقاوي فهو بياخد إذا كان الزراعة يدوي بياخد 4 كيلو للفدان، 4 كيلو للفدان. بالنسبة للميكنة بياخد 1.7 كيلو إلى 2 كيلو، ده بالنسبة للميكنة، ده كمية التقاوي. ولازم التقاوي تكون من مصدر موثوق منه زي مركز البحوث الزراعية، والتقاوي دي لازم تعامل بمطهر فطري زي البنليت أو السيميكليكس أو الفيتافاكس بمعدل 2 جرام إلى 3 جرام لكيلو البذرة. ده بنعامل البذرة إزاي؟ بنحط محلول صمغي خفيف على البذرة بنديها بيه، وبعدين 4 كيلو بياخدوا من 8 ل 12 جرام المطهر الفطري، وبعدين بنقلبها كويس وننشرها لغاية ما تنشف. نيجي بقى في طريقة الزراعة، في عدة طرق لزراعة السمسم. في الزراعة البدار، ودي غير مستحبة. ليه غير مستحبة؟ لأن بقى أقسم الأرض أحواض وأبدر البذرة، البذرة بتيجي نباتات زحمة في مكان وفاضية في مكان تاني، وبتعيق عملية العزيق وعملية التسميد وعملية الري، وبتدي محصول أقل، وممكن النبات يشل مني لو ورقت الإيه، لأن مفيش تحكم في كمية الري اللي داخلة للنباتات. في طريقتين تانية، احنا بنقول 12 خط 14 خط في القصبتين، مفيش حد دلوقتي بيعمل 14 خط في القصبتين، بيبقى 12 خط في القصبتين. فلو زرعنا على 12 خط في القصبتين بنزرع في جور، طبعا عفير بدون مية، في جور على مسافات 10 سنتي، يعني قبضة الايد دي 10 سنتي بين كل جورة وجورة، ده على ريشة واحدة. اما الطريقة الامثل والاحسن على مصاطب، المصطبة عرضها متر والزراعة على الريشتين، وبرضو المسافة بين الجور 10 سنتي. دي أولا بتوفر لي وقت في الري، بتوفر لي 30% من مياه الري. لو عندي في نهايات الترع والمية قليلة بستخدم الطريقة دي، مهمة جدا وبتجيب محصول أزيد بحوالي أرداب. وبعدين ممكن أزرع على ظهر المصطبة في النشع بتاع المية، أحمل أي محصول تاني ممكن استفاد بيه، فبيديني دخل للمزارع اكتر. يبقى احسن طريقه اللي هي زراعه على مصاطب وعلى الرشتين، وزراعه راس المصطبه من ناحيتين، يعني حوالين المصطبه كله بيزرع. ده بالنسبه للزراعه. طيب لو انا بقى زودت المسافه بين الجور، انا بقول على 10 سم، لو خليتها على 20 سم يبقى اذا المحصول هيقل. ليه؟ عدد النباتات في الفدان هيبقى النص، طبعا مش هيجيب زي العدد الكامل للنباتات. لو خليته على 15 سم يبقى معنى كده هيقل حوالي ربع المحصول، حوالي 25% من المحصول. يبقى انا التزم ب 10 سم. طيب لو ما عنديش الامكانيه ان التزم ب 10 سم هزرع على 20 سم، بس لما اجي اخف هخف على نباتين مش على نبات واحد، يبقى انا عوضت المسافه دي. ده بالنسبه للزراعه. ريه الزراعه ريه ممكن ريه مشبعه،
مش هتسبب لي أي حاجة. ده قبل ما أزرع وقبل طريقة الزراعة بخش على تجهيز الأرض، بحرث الأرض، حرث مرتين متعامدتين وسحف، وبعدين برش 100 كيلو سوبر في الأراضي الجيدة أو اللي مزروعة بعد بقول. أما الأراضي اللي هي بعد نجليات أو الأراضي الفقيرة شوية بحط 200 كيلو سوبر فوسفات. في بقى الزراعة الحديثة اللي هي على تنقيط أو بالرش. لو بالتنقيط هزرع حوالين الخرطوم، طبعا بين الخرطوم والتاني متر، هزرع بعيد عن الخرطوم الناحية دي 20 سنتي وبعيد عنه 20 سنتي وبرضو على 10 سنتي مسافة الجوة. ده بالنسبة لطرق الزراعة. بالنسبة بقى بعد كده باجي لما النبات بيكون من 4 ل6 أوراق، ما بقولش بعد أسبوعين أو بعد 3، دي بتتوقف على درجة الحرارة. بعد تكوين من 4 ل6 أوراق ببدأ أخف. قبل ما أخف بعزق الأرض، بعزق الأرض. بعد ما أعزق الأرض بخف على، إذا كان على 10 سنتي يبقى هخف على نبات واحد. ده في الأصناف اللي إيه؟ اللي هي غير متفرعة زي ده، ما فيهاش تفريع، بخف على نبات واحد. خلاص؟ الأصناف المتفرعة دي بتزرع على 20 سنتي، بخف برضو على نبات واحد. لنجاح زراعة السمسم ينبغي على المزارع الالتزام ببعض العمليات الزراعية التي تزيد من إنتاجية المحصول وتحسن من مواصفاته، وتبدأ تلك العمليات بالتجهيز الجيد للتربة، حيث تحرث الأرض مرتين أو 3 مرات متعامدة، ثم تزحف وتخطط بمعدل 14 خطة في القصبتين، يكون عرض الخط حوالي 50 سنتيمترا، وتختلف كميات التقاوي باختلاف طريقة الزراعة، وتتراوح عادة بين 3.5 إلى 4 كيلوغرام من البذور للفدان، ويراعى أن تكون التقاوي خالية من الفطريات والإصابة الحشرية، وأن تكون ناتجة من أصناف جيدة ومن مصدر موثوق فيه، وأن يتم معاملة البذور بالمبيدات الفطرية لحماية البادرات من الإصابة بالأمراض الفطرية. أما بالنسبة للري فيجب الحرص على انتظام هذه العملية وعدم الإسراف فيها، والحرص على صرف المياه الزائدة حتى لا يصاب السمسم بالذبول، كما يجب وقف الري عند بداية ظهور علامات الموت. بالنسبة للتسميد بنحط 15 وحدة أزوت للفدان، يعني شقارة نترات بحطها تجبيش مع النباتات، وبعدين أروي. بعد أسبوعين منها بحط 15 وحدة تاني أزوت للفدان اللي هي شقارة تانية نترات 33%. لو أراضي فقيرة أو بعد نجليات بحط بعد التانية بأسبوعين شقارة تانية، يبقى 45 وحدة أزوت للفدان. الأراضي الجيدة بكتفي بحط جرعتين سماد بس أزوت. بالنسبة للسماد البوتاسي، السماد البوتاسي دلوقتي مهم جدا حتى في الأراضي القديمة، لأن إحنا كان بيجينا طمي النيل قبل الخزان، قبل السد العالي، كان بيبقى معاه بوتاسيوم، كان بيدي ترصيب بوتاسيوم على الأراضي القديمة. دلوقتي ما فيش بوتاسيوم بيجي، فالنبات بيبقى عنده نقص في البوتاسيوم بس مش باين أعراض نقص البوتاسيوم عليه. عشان كده يفضل إضافة شكارة كبريتات بوتاسيوم اللي هي 48% للفدان مع الجرعة التانية للسماد. خلصنا كده السماد، ما فيش سماد بقى بعد كده إلا إذا مريت في الحقل الصبح بدري ولقيت النبات اللي عندي الأوراق اللي تحت دي متهدلة والأوراق اللي فوق سليمة، يبقى ده هيصاب بالزبول أو أصيب بالزبول. طب أوقف نسبة الإصابة بالزبول إزاي؟ بروح حاطط شكارة سوبر فوسفات 15.5% تجبيش على النباتات، دي بتوقف لي الزبول خالص، فايه بتلافى الزبول بالطريقه دي.
ده بالنسبة للسماد. أما بالنسبة للري، الري لازم يكون ري معتدل، ما افتحش راس الغيط واروح انام وبعدين اجي اصرف الميه، هيشل النباتات عندي، واحنا عندنا نموذج لشلل النباتات، النباتات هتتساقط ويبقى عندنا شلل في النبات. وبعدين بيبقى الصبح بدري الري او اخر النهار، ويفضل اخر النهار على المغربيه كده ابدا اروي، واروي باحكام بس. طب اعرف النبات عطشان امتى؟ طبعا لو كل الاوراق اتهدلت شويه، كلها اتهدلت شويه، دي حاجه. او بفحت بمنقاره كده جنب جدر النبات ب 20 سنتي حسب عمر النبات، بغوط الفتحه شويه واخد كميه من الطمي تحت او الارض الزراعيه واقفلها كده على ايدي وافتح. اذا فضلت الكتله بتاعه الطمي دي زي ما هي واخده حجم ايدي يبقى لسه مفيش ميه، لو بدات تفرك يبقى النبات عايز ميه. وبعدين دي برضو بتتوقف حسب المناوبات اللي في المنطقه اللي بيزرع فيها. يحتاج السمسم للتسميد خلال موسم النمو للتسميد بالنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، ويلاحظ ان نقص الفوسفور يسبب نقص تفريع النبات وسقوط الاوراق، بينما يؤدي نقص البوتاسيوم الى ظهور اصفرار بين عروق الاوراق السفلى، بينما يساعد الحرص على إضافة الأسمدة البوتاسية على زيادة إنتاجية السمسم. وعموما تتوقف كمية السماد ونوعه على نوع التربة ودرجة خصوبتها. بوقف الري إمتى؟ لما تبدأ ظهور علامات النضج وهي إصفرار الأوراق اللي تحت. أما علامات النضج الكاملة فبيبقى كل الأوراق صفرة وتساقطت معظمها، والقرون نفسها او الكبسولات دي بتصفر. لما اوصل لكده ببدا احصد النبات. بحصده فين؟ على سطح الارض، ما اقلعش النبات من الارض، لان لو قلعت النبات من الارض، لو قلعت النبات من الارض يبقى الجدر بتاعه فيه الطمي او الرمل، لما باجي اقلبه عشان انفض البذره بينزل التراب مع البذره فبيقلل جودة المحصول بتاعي. في ما اقدرش احصده وهو اخضر شوية، ليه؟ لان الحتة اللي فوق دي كلها هتديني بذرة ممسوسة. لما اجي اشوف النبات واخد كام ارض، وبعدين الحتة اللي فوق دي قد ايه، هلاقيها حوالي 25% من محصول النبات، فهديني بذرة ممسوسة وتلاقيها غامقة حتى عن البذرة السليمة. وبعدين لما باجي ادري ولا حاجه بتطير او حتى وزنها بيقل. فانا لو حصدت والنبات اخضر شويه بفقد حوالي 25% من المحصول. طبعا المزارع بيقول انا خايف لحسن يفرط في الحقل. لا، الاصناف اللي عندنا ما بتفرطش في الحقل. بعد ما بحصدها وتروح الجرن وتتنشر بثلاث اربع ايام بيبدا القرن اللي عندي مثلا زي كده بيتشق من فوق، بس كده بيتشق شق صغير كده من فوق، شق صغير كده، فبتبقى البذرة تنها فيه، لأن في أصناف بتبقى كده خالص، دي اللي بتفرط. ما عندناش صنف في مصر إلا هو إيه يعني إيه سيمي شاترنج، أو بيتشق من فوق شوية صغيرة، ده ما يخوفش. وبعدين ما بيفتحش الفتحة دي إلا بعد ما يتنقل الجرن ويتنشر في الجر. طيب بحصد من فوق سطح الارض قلنا، وباخده بعمل ايه فيه؟ بكومه في حزم، الحزمه القطر بتاعها من 35 ل 40 سنتي بس، بربطها لان لو زودتها قوي هتعفن من جوه، يبقى انا فقدت برضو في المحصول. فانا باخدها واعملها زي الهرم، كل المزارعين عارفين، خمس ست سبع حزم بعملهم كومة زي الهرم كده، واسيبه 10 ل 12 يوم في الجرن. وبعدين بجيب مفرش كبير، وبعدين بجيب الحزم اقلبها كده وانفضها بايدي او بعصاية او حاجة، وارمي الحطب ده اللي بيستخدموه في الوقود بعد كده او حاجة زي كده. وبعدين بدري السمسم وعبيه في اشولة
مش بلاستيك، أشولة، خيش، وبحفظه في حتة جافة. تنضج نباتات السمسم بعد حوالي 105 إلى 130 يوما حسب الصنف والظروف الجوية السائدة ونوع التربة، ويعرف النضج باصفرار الأوراق وبداية تساقطها واصفرار القرون، ويراعى بداية الحصاد قبل جفاف النباتات وانفتاح القرون حتى لا يحدث فقد في المحصول. وعادة ما تقلع النباتات باليد أو تقطع من على سطح الأرض بالشراشر، ثم تربط في حزم بأقطار 25 إلى 30 سنتيمترا حتى لا يتعفن قلب الحزمة إذا زاد القطر عن ذلك، ثم تنقل إلى الجرن وتوضع على شكل الهرمي وتترك لتجف لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما بعد الحصاد. وتبلغ إنتاجية الفدان في المتوسط 4 إلى 6 أردب من الصنف جيزة 32، وينتج الأردب الواحد حوالي 120 كيلوغرام. في ممارسات خاطئة ممكن المزارع بيقع فيها وممكن يكون واخد باله أو مش واخد باله، اللي احنا قلناه مسافة المسافة بين الجور طبعا لازم تكون مظبوطة، ولو زودها هتقلل عدد النباتات في الفدان يبقى هتديني محصول اقل. في معاد الخف، لو ساب النبات كون اكتر من 4 لـ6 اوراق وما خفش، النبات هيسرول ويبقى رفيع جدا ويشيل قرون صغيره هتديني محصول قليل. لو ما سمتش في نفس المعاد اللي احنا بنقول عليه ممكن النبات يلجا لايه؟ دفع نمو خضري اكتر من النمو الثمري اللي عنده، هيأثر في المحصول. لو حصد قبل ما كل النبات يصفر والقرون تصفر، يبقى الجزء اللي فوق ده هيطلع بذره ممسوسه هتنقص لي المحصول من 20 ل25%. حاجه تانية، مقاومه الحشايش. لو ما قاومتش الحشايش، ما هي منافس للنبات في الغذاء بتاع التربه، زائد بتنقل بتبقى يعني بيئة صالحة للحشرات اللي موجودة، والحشرات دي بتنقل لنا أمراض لمحصول السمسم، منها أمراض التورق اللي زي النبات ده. طبعا النبات ده مش هيدي أي محصول ولا أي حاجة. تخيل الغيط بتاعك في نسبة كبيرة من نباتات زي ده، يبقى أنت مش هتاخد محصول. ده النبات ده بتنقله الحشرات عن طريق فيروس، الحشرات الثقيبة بتثقب هنا وبتنقل الفيروس، فبتحول النبات للطريقة دي تورق النبات. طبعا دي ظاهرة المفروض النبات ده يتشال، يتجمع النباتات اللي زي دي وتتحرق بعيد عن الحقل. يحتوي السمسم على مادة السيسامولين الطاردة للحشرات، لذا قليلا ما يصاب بالآفات الحشرية، بينما يصاب ببعض الأمراض من بينها الذبول وعفن الجذور وتورق الأزهار أيضا. وتعتمد مكافحة مثل هذه الأمراض في المقام الأول على الالتزام بالعمليات الزراعية السليمة والعناية بالمحاصيل عبر مراحله العمرية المختلفة ومنذ الزراعة وحتى الحصاد. لتحقيق أفضل عائد اقتصادي من زراعة السمسم، يراعي مزارعه الالتزام بكافة التوصيات الفنية الخاصة بالمعاملات الزراعية أثناء وجود النباتات بالحقل وعند الحصاد، وكذلك بعد الحصاد، وأيضا عند تخزين المحصول، حيث يراعى تعبئة البذور في أجولة نظيفة في مخازن جيدة التهوية وعبر صفوف حتى يسمح بمرور الهواء، مع ضرورة الحرص على رش المخازن بالمبيدات الخاصة بحشرات المخازن.